بيجي لنا ناس كتير جدا في العيادات واجيبهم بتوع مشاكل العظام المختلفه. امسكي كده مشكله في العظام كده، لازم نبقى عارفين ان السمنه ديت حمل على العظم فبيسبب لنا مشاكل في العظم، حمل على القلب فبيسبب لنا مشاكل في القلب. اغلب الناس بلا استثناء لو عندها مشكله في السمنه سبب لاكثر من 50 مرض ينتهي بالموت. طبعا احنا قلنا الكلام اللي احنا قلناه كده ممكن نلخصه في البدايه، اللي هو مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها. الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها مين؟ قلنا مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى تصلب الشرايين، الناس اللي وزنها زايد عن المعدل الطبيعي. السمنه عامل خطر عليهم، لازم تنزل وزن. حتى لو الدكتور بتاعك ما طلبش منك ان انت تنزل وزنك بشكل مستمر طول ما في حمل على القلب، حتى لو بتاخد ادويه القلب مش هنقدر نحل المشكله بتاعتنا. طبعا انا بقول بشكل مستمر حتى في حلقات من قبل، يعني كنت لو انت ماشي على نظام غذائي وهذا النظام الغذائي مبني على باسلوب الحربان ابعد عنه، يعني ما لم يكن هناك خلل مرضي. يا جماعه لازم نوجه رساله لكل الناس ان جسم الانسان ده اعقد تكوين موجود في العالم، اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني، ما ينفعش لغيره. ففكره اي نظام غذائي يكون مبني على الحرمان الشديد لابد ان احنا نبعد عنه ونطلعه من الحسبان بتاعنا. اول حاجه ممكن نتكلم فيها في نمط الحياه الصحي عشان ننزل في الوزن، نقدر نقول النظام الغذائي الصحي. النظام الغذائي الصحي اللي هو المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه. الناس اللي بتتابعنا واللي بتيجي عندنا العياده بشكل مستمر، من ضمن الحاجات انا مش بطبع انظمه غذائيه، كل واحد طبعا زي ما قلنا كده من شخص للتاني بيختلف على حسب الحاله المرضيه. ما بكتب نظام غذائي، الناس طبعا اللي عارفاني في العياده واللي موجوده معايا وبتفرج علينا دلوقتي اكيد يعني حافظت هذا الكلام مني. احنا استطعنا ان احنا مثلا نتخلص من امراض شديده، منها بعض الامراض المزمنه. يعني ايه امراض مزمنه؟ بنتكلم عن مرض السكر من نوع تاني، وطبعا مش هتلاقي حد يقول هذا الكلام، لكن انا بتكلم عن تجربتي وداخل العياده، وفي ناس بتسمعني تعافوا بشكل تام من مرض السكر من نوع تاني مع نظام الغذائي الصحي وتقول علاجي كامل. لابد ان احنا نمشي كله مع بعض، لان كل جسم له طبيعه تعامل مختلفه، واي حد بيروح لاي دكتور تغذيه يتاكد انه دكتور فعلا متخصص، مش حد بيكون اخذ مجموعه من التدريبات او الكورسات العلاجيه عشان يقدر يشتغل في هذا التخصص. والموضوع زي ما برضو الدكتور احمد قال، الموضوع مش بس علاج، الموضوع مش بس تغذيه، الموضوع نموذج متكامل. برك شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا لله، وان شاء الله رب العالمين نكون متواجدين معاكم بشكل دائم. ان شاء الله نبقى حريصين ان احنا نفيد الناس بشكل مستمر، يعني ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، وارجو ان انتم تختاروا بعنايه الطبيب اللي انتم بتتوجهوا له. بشكركم شكرا جزيلا.